كابتن عادل، الف مبروك، فوز صعب وعوده للنادي الاهلي بعد تقدم البلديه، وشخصيه النادي الاهلي هي اللي حسمت المباراه اليوم. وخبرات لعيبه النادي الاهلي، والحاجه الثانيه المهمه يعني انت كان في بدايه الشوط الاولاني كان تيالي، يمكن الكابتن نصر هيتكلم عن الامور دي، كان في طرد كان ممكن يغير لك المباراه تماما، لكن خلينا من التحكيم والكابتن نصر هيتكلم فيه، لكن بتكلم على احقيه النادي الاهلي في الثلاث نقاط. قلت لك قبل الماتش يا كابتن ايمن، ماتش صعب للغايه، من اصعب الماتشات اللي بتمر على كلاعبين ومدربين. الماتش اللي قبل انا بقلق من الماتشات دي، اللي قبل الفاينل دايما فرق كتير قوي بتخسر. صحيح. يعني الحمد لله انك كسبت النهارده. انا قلت لك كنت اتمنى ان نطلع واخدين الثلاث نقاط واخدين واللعيبه كلها سلام، وده المهم في الامر. يعني المهم في الامر ان انت خدت الثلاث نقاط ومشيت بصوره كويسه، عشان ما بعد بطوله افريقيا طبعا بقى ترجع يبقى عندك اريحيه شويه وترجع ل فوز النهارده كان مهم قبل مباراه الترجي. طبعا طبعا، كمان يعني حتى مرحله الشك في الترجي او الحته النفسيه ما يشغلش بال المدرب انه يشتغل عليها، يعني خليه يشتغل على التكتيكس اكتر. صحيح. لانه لو قدر الله كان حصل تعثر النهارده كنت هتشتغل في الحته النفسيه شويه، عقبال لما تخرج الفرق من الحته النفسيه. خلي بالك المكسب بيجيب مكسب في كره القدم، والثقه بتجيب ثقه، ولكن الاداء بقى بتاع لعيبه النادي الاهلي اللي سعيد انا بيه انه حاولوا للاخر، بيشتغلوا للاخر، وده المهم. ده الدرس اللي انا سعيد بيه، ان مازال الاجيال وجيل ورا جيل بيعدي بيشتغل على اخر دقائق وبيشتغل في اخر ثواني المباراه وبتكسب وانت مش في احسن حالاتك. احيانا الفرق الكبيره، الفرق الكبيره يمكن شفنا الريال في المباراه اللي فاتت مع الباير، يعني انت أيوة بتتكلم تكسب امتى وممكن تكون مش في احسن حالاتك لكن تعرف تكسب. صح. دي فلسفه بتاعه النادي الاهلي ومتعودين عليه. صحيح. طيب هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار بعد الفاصل، انتظرونا.